إذن فازت قطر بجولة من معركة قانونية ضد دول الحصار بشأن الحظر الجوي المفروض من قبلها على الشركات القطرية وعلى قطر عموما. معركة محكمة لاهاي قررت بأن فعلا إيكاو منظمة الطيران هي الجهة المخصصة البت بموضوع قضية الحظر الجوي وبالشكاوى التي قدمتها قطر. الإمارات قالت ستلجأ إلى إيكاو بقضية مقابلة، ولكن كيف ستتصرف قطر في الخبر البقية. أهلا بكم. انتصار جديد لقطر على دول الحصار الأربعة، هذه المرة من لاهاي. محكمة العدل الدولية ترفض استئناف دول الحصار ضد قرار أصدرته هيئة الطيران المدني الدولي إيكاو لصالح قطر بشأن المجال الجوي السيادي. المحكمة رأت أن منظمة الطيران المدني الدولي لها اختصاص للنظر في الملف، وإيكاو تقول سلفا أن قطر استنفذت شروط التفاوضية المسبقة لتسوية النزاع. ماذا يعني قرار محكمة لاهاي الملزم، وما هي انعكاساته على قضية حظر الطيران القطري المفروض عليها من دول الحصار، وكيف سيؤثر مستقبلا على الحصار بحد ذاته؟ نناقش بعد هذا التقرير. من لاهاي إلى موريال تحلق المحاكم الدولية بمظلومية قطر أمام دول الحصار الأربع عاليا بجناحي حق وحجة، وتنخفض تباعا قضايا الجور. محكمة العدل الدولية ترفض بالإجماع استئناف دول الحصار ضد قرار أصدرته هيئة الطيران المدني الدولي إيكاو لصالح قطر بشأن المجال الجوي، وهم من لجوا إليها طالبين إلغاء قرارها وعده باطلا. لم يتأتى لهم ذلك، ومحكمة العدل الدولية ترى أن إيكاو لها اختصاص البث في القضية. إيكاو تقول إن قطر استنفذت الشروط التفاوضية المسبقة لتسوية النزاع أمامها. ملزم قرارها محكمة العدل الدولية، الحصار الجوي المفروض على الطيران المدني القطري يبدو أنه سيسير في إجراءات على طولها، إلا أنها في صالح قطر حتى الآن. المحكمة قالت إن قطر قامت بمحاولة صادقة ضمن منظمة الطيران الدولي في مونريال الكندية لتسوية النزاع مع دول الحصار الأربع، بل إنها أيدت وجهة نظر الدوحة بأن دول الحصار لم تكن راغبة بتسوية النزاع خارج إيكاو. لن تسافر الطائرات القطرية وحدها بعيدا، معها ستحمل مظلومية السنين الثلاث إلى عمق المحاكم الدولية، وقد ترددت مليا في الأروقة الدبلوماسية. لن يعدم أسطولها الجوي خيارات الاتجاهات التي يريد، بعدما فرضت دول الحصار حظرها الجوي على جميع الطائرات المسجلة في دولة قطر ومنعها من الطيران من مطاراتها وإليها أو المرور في أجوائها استنادا للاتفاقيات الدولية لخدمة العبور الجوي. انتصرت في لاهاي شكواها. دول الحصار لم تمتثل لأحكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية، فقد طلبت قطر من مجلس إيكاو الفصل في قضية حظر طيران وإعلانه كإجراء غير قانوني. قد لا يدوم الحصار أكثر مما بقي عليه، والدوحة تربح قضايا اشتكت فيها ما حل بها بغتة ذات صيف. لم توهن قواها ولم تخضعها شروط انفكاك الحصار 13، رمت بها جانبا وخاضت الدرب العسير. أرادوه منهكا بخسارة، كان مربحا بجدارة. فقبل شهر دانت منظمة التجارة العالمية السعودية لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية بقرصنة بي أوت كيو السعودية محتوى بث قناة بي أن سبورت القطرية. بدأتها دول الحصار قرصنة وقطع وصال، وتنهيها على ما يبدو قطر مشروعية دولية وحسن نزال. ينضم إلينا من الدوحة جابر الحرمي الإعلامي القطري، ومن باريس محمد أب جيلاني موظف دولي في منظمة أمن الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر، وعبر خدمة سكايب من القاهرة السيد محمود إبراهيم الكاتب السياسي. أهلا بكم. أبدأ معك سيد الحرمي، يعني ردود الفعل القطرية اعتبرت قرار محكمة الدولية في لاهاي
تأكيدا على يعني نجاح الفريق القانوني القطري وإنجازا له. بتقديرك هل سيكون هذا بداية فعليا المسار القانوني ضمن منظمة إيكاو؟ ويعني بتقديرك نقاط القوة التي ارتكز إليها الفريق القانوني ما هي بالتحديد كي جاء يعني كي يأتي هذا القرار من المحكمة الدولية؟ بالتأكيد اليوم محكمة العدل الدولية يمثل انتصار لعدالة القضية التي حملتها قطر منذ اليوم الأول لهذا الحصار الجائر الذي فرض عليها من قبل 4 دول، 3 دول تحيط بها ودولة بعيدة عن نطاقها الجغرافي في 5 يونيو 2017. قطر اختارت هذا المسار، المسار القانوني الذي هو تتهرب منه الدول الحصار منذ أن استنفذت قطر كل خيارات التواصل المباشر لبحث هذه القضية المتمثلة بإغلاق الأجواء أمام الطيران القطري. اليوم بهذا الحكم يؤكد أن قطر ماضية في كل القضايا التي طرحتها. ربما قبل ما يقارب من شهر منظمة التجارة العالمية أيضا نصرت قطر في قضية بي إن سبور ضد السعودية التي خالفت قوانين الملكية الفكرية وقرصنت محتوى بي إن سبور من خلال إنشاء قناة بي أوت كيو التي دعمها النظام السعودي بصورة شرعية وأضفى عليها قانونية العمل مخترقا كل القوانين المتعارف عليها. اليوم هذا القانون سوف يعيد هذه القضية، والأمر أن المحكمة بالإجماع 15 عضوا رفضوا المطالب لدول الحصار، وهو ما يؤكد أن قطر قضيتها عادلة ليس فيها مجال للشك، وأن العودة إلى الإيكاو ستكون أيضا فاصلا في الفصل في هذه القضية التي هربت منه دول الحصار من ميدان إيكاو، محاولة المماطلة في هذه القضية عندما هربت إلى محكمة العدل الدولية. سيد محمود إبراهيم من القاهرة، الموقف الإماراتي قبل بالقرار من المحكمة الدولية وقال بأنه سيقدم قضية يعني لتبرير وجهة نظره القانونية لماذا قام بهذا الإجراء، ولكن ماذا عن الموقف المصري؟ يعني حتى الآن أنا لم أطلع على الموقف الرسمي المصري من هذه القضية، ولكن أنا لا أريد أن أدخل في الجدل القانوني. ضيف حضرتك الكريم من الدوحة وصف هذا النصر بأنه نصر قانوني، هو نصر قانوني بالفعل، ولكنه لا ينفي الهزيمة الأخلاقية والسياسية والمقاطعة. هي ليست حصار، هي مقاطعة، حتى وإن كان حصارا قانونيا وفقا لهذا الحكم مثلا بغلق الأجواء، إلا أنها تبقى قطر بعيدة عن القلب العربي، تبقى قطر بعيدة عن أكبر عاصمتين عربيتين الرياض والقاهرة، تبقى قطر تستضيف وتقوم بسياسات تخالف الإجماع العربي، تبقى قطر تتحفظ على قرارات الجامعة العربية وحيدة. طيب يعني أنت يعني أنت تقفز عن فكرة أن الإمارات قبلت بقرار المحكمة الذي يقول بأن إيكاو هي الجهة المختصة للنظر بالشكاوى التي قدمت أو بالقضية التي قدمت إليها من قبل قطر، وهو أمر يعني هو تحديدا ما كانت ترفضه مصر والإمارات، مصر العضوة في منظمة إيكاو والتي يعني سعت إلى الحفاظ على عضويتها في مجلس إيكاو، كذلك كما الإمارات التي حاولت بشكل يعني شرس وواضح الحصول على رئاسة هذه المنظمة. سؤالي لك، ولو أنه لم يصدر بعد موقف مصري، ولكن بتقديرك هل ستنحو مصر يعني بنفس الاتجاه بقبول القرار وإعداد ملف الآن تحت مظلة إيكاو؟ بالتأكيد، لأنه مصر دولة
لا تلتف على القانون ولكن تحترمه وتقاتل لآخر رمق في أروقة الدفاع أيضا عن مصالحها وعن قضاياها. فمصر بالتأكيد يعني كدولة كبيرة تلتزم بهذا الأمر، ولكنها يعني مرة أخرى على المستوى السياسي هذا لا يعني أي نصر سياسي، هذا مجرد اتفاق وقعت عليه كل دول العالم نتيجة لمقاطعة الدول الثلاث لهذه الدول لهذه الدولة أو الدول الأربعة لهذه الدولة وهي دولة قطر، فكان هذا إجراء تابعي. ولكن إجراء يعني طيب أنت لا تراه نصرا سياسيا يعني، وليس هذا هو لب الموضوع، لأنه الإنجاز القانوني، الإنجاز القانوني هو أنه الآن بات بإمكان قطر فعلا أن تناقش قضيتها قانونيا ضمن منظمة إيكاو. ولكن يعني سأعود للتفسيرات التي تريد أن تعطيها لهذا القرار في سياق الحلقة. أريد أن أسمع من السيد محمد أفجيلاني، يعني منظمة إيكاو كانت تقول بأنها هي الجهة فعلا المختصة النظر بهذا الموضوع، ودعت الأطراف تحديدا يعني كان هذا موجها إلى دول الحصار للامتثال إلى اتفاقية شيكاغو، ولم تستجب صراحة إلى مطالبات الوفد القطري باعتبار الحظر إجراء قانوني. هل برأيك الآن سيكون هناك مباشرة للنظر فعليا بالقضية المقدمة من قطر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الآن لم يبقى أمام دول الحصار إلا أن تتفاوض مع قطر عند أمام إيكاو، لأن دفعاتها الشكلية التي كانت تريد منها تعطيل التفاوض قضت محكمة العدل الدولية بأن دفعاتها ملغية ولا مبرر لها، وأن إيكاو هي الهيئة المخولة قانونا بفض هذا النزاع المتعلق باتفاقية شيكاغو. وللتذكير اتفاقية شيكاغو تتضمن خمس حريات، انتهكت دول الحصار منها اثنتان وهي العبور الآمن وفوق أجوائها للطيران القطري والهبوط الاضطراري لبعض هذه للخطوط الجوية القطرية أو كل الطائرات التي تعود ملكيتها ويعود تسجيلها إلى دولة طيب. قطر. سيد هاتين الحريتين يعني منظمة إيكاو كان حاولت سابقا أن يعني تجلس الأطراف على طاولة مستديرة وتبحث هذا الموضوع بالنسق التفاوضي، هل بتقديرك ستلجأ الآن إلى هذا المنطق نفسه أم سيكون هناك طريقة وآلية أخرى متبعة من قبل المنظمة؟ ليس أمامها الآن، ليس أمام دول الحصار الآن إلا أن تقعد إلا التعنت، وفي النزاعات الدولية هنالك دول تتعنت ولا ترضخ لا للتفاوض ولا للقرارات الأممية، وهذا والمثيل عليه هو إسرائيل. لكن إذا أرادت الدول الأربعة وقطر أن تحصل على اتفاق بيني برعاية الإيكاو، سيكون ذلك إنفاذا للقانون الدولي في مجال الطيران المدني. طيب. وإلا ستكون هذه الدول خارجة على القانون وليس ولن تكون هي الدول. سأعود إلى نقطة كيفية تطبيق يعني الآلية العقابية إن كان هناك توصل إلى عقاب بهذا الموضوع. سيد الحرمي يعني يقول سيد إبراهيم بأن الموضوع حتى ولو كان هو إنجاز قانوني، الموضوع هو في السياسة، ويعني بهذا المنطق هل وأنت كنت تقول بأن قطر أرادت أن تسلك مسارا قانونيا، لو فتح مجال يعني وضع الجانب القانوني جانبا والبحث في المسألة السياسية، برأيك قطر أين تقف الآن، استكمال المسار القانوني أو لو كان هناك نافذة أخرى يعني تذهب باتجاهها؟
يظهر أن هذا القرار أو قرارات المنظمات الدولية ليس فقط أصابت الأنظمة بردة فعل، إنما حتى زميلي في القاهرة قفز عن الواقع الذي نحن نتحدث فيه إلى واقع آخر تماما، وهو أمر لم يكن عنه الحديث. القضية السياسية وأن قطر بعيدة عن الجسد العربي هذا غير حقيقي. اليوم التي الدول التي بعيدة عن الجسد العربي، عن الشعوب العربية، هي التي تمارس القتل والقمع والاستبداد ومحاربة تطلعات الشعوب، وهو يعرفها جيدا بدءا من مصر إلى السعودية إلى الإمارات، التي تمارس عبثا في كل الساحات العربية. هذه هي الحقيقة إذا كان أراد أن يستمع وأن يناقشها بعقل. قطر منذ اليوم الأول مدت أياديها للحوار وكانت منفتحة على كل مجالات الجلوس على طاولة التفاوض وطرح كل القضايا لحلها ونقاشها بعقلانية واتزان وبرشد، لكن هذه الدول ليس لديها رشدا وليس لديها عقلا تحتكم إليه ولا تراعي حتى حقوق شعوبها والشعوب العربية. عندما تمادت في حصار قطر وهو ينكر أنه أن يكون ذلك حصارا، لا أعرف ماذا يسمي إذا كانت لدى دولة منفذا بريا واحدا، وهذا المنفذ البري قد أغلق تماما حتى من المواد الغذائية، حتى من حليب الأطفال، ثم الأجواء والمناطق البحرية كلها طيب مغلقة. ولكن سيد الحرمي هو يعني سيد إبراهيم لكن يقول نقطة، سيد الحرمي يقول سيد إبراهيم نقطة، يعني أن الموضوع في السياسة، وهنا سؤالي لك، هذا التراكم الذي يعني حصل في سجل قطر لناحية كسب معارك أو يعني قضايا قانونية على الأقل بأحقية طرح شكواها أمام هذه المنظمة أو تلك، كيف سيتم البناء عليه؟ حتى هذه اللحظة قطر منفتحة على حوار حقيقي وجاد بعيدا عن المراوغات، وربما ما كشفت عنه شبكة فوكس نيوز مؤخرا أن كان هناك حوارا بين قطر والسعودية، ومن أفشل ذلك كانت الإمارات التي لا ترغب بتوصل لإنهاء هذه الأزمة وإراحة المنطقة من ملف أثقل كاهل الشعوب قبل غيرها. اليوم ما هو مؤلم حقيقة ما تتعرض له الشعوب اليوم رغم كل هذه التحديات التي تعيشها المنطقة، والأستاذ إبراهيم يتحدث عن المنطقة العربية، كل هذه التحديات التي تواجهنا ويمعنون في المضي في أزمة افتعلوها ونحن في عامها الرابع دون أن يجدوا لها حلا حقيقيا، دون أن يقدموا أدلة أو مستندات أو براهين على كل التهم والمزاعم التي تحدثوا عنها. وبالتالي قطر ليس لديها إشكال في الجلوس على طاولة التفاوض، لكن الإمعان بهذا الأمر هو الذي يخلق مرارة متضاعفة مع مرور الوقت ويصعب إيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمة المفتعلة من قبل هذه الدول الأربع. سيد إبراهيم، يعني تقول وكنت تقول بأن مصر هي ستجلس طبعا تحت مظلة إيكاو ويعني تناقش الموضوع، كيف ستبرر مصر الحظر الجوي؟ الإمارات يعني كما ذكرنا ستعد ملفا، ماذا عن مسوغات ومبررات مصر قانونيا؟ طيب اسمحي لي، عندي ثلاث نقاط أود أن يعني أقولهم، وفي النقطة الثالثة هيبان. الحقيقة أنه ضيف حضرتك الكريم الأستاذ جابر الحرمي بيتحدث وأنا هقتبس، هو بيقول تطلعات الشعوب العربية، هذه هي الأزمة يا أستاذ جابر، هذه الأزمة حقيقة. أن دولة مثل حضرتك تجلس في دولة لم يجرى بها أي انتخابات في تاريخها، دولة مع الاحترام صغيرة العدد في السكان، تتحدث باسم الشعوب العربية وتفرض إرادتها أو تفرض خطابها، حتى بلاش إرادتها، تفرض خطابها على دولة زي مصر وعلى شعب زي مصر، ويدعي أن المشكلة مع النظام وليست المشكلة مع الشعب. لا، حضرتك مشكلة حضرتك مع الشعب المصري. عايز حضرتك بتقول إيه الحل؟ أنا هدي لحضرتك الحل. الحل إن حضرتك طارق الزمر اللي حضرتك بتستضيفه، قاتل السادات اللي حضرتك بتستضيفه، يتحدث عن الديمقراطية في قنوات قطر ويجلس في قطر، أرجوك أخرجه من قطر. أنا مش هقول لك رجعه مصر، لكن لا تجعل من قتل السادات
منصة في طيب دولتك. أنا طبعا يعني الإخوان سأعيد لسيد الحرمي الحق بالرد على النقاط التي تذكر. النقطة الأخيرة عشان نرد عليها. تمام. أرد النقطة الأخيرة. هو بيقول أين نحن، أو يعني نحن منفتحون على الحوار. الحوار في حد ذاته ليس هو الهدف. الهدف أن تكون النوايا. تحدثت يعني قطر جلست في الرياض وأبدت التزامات أمام الملك سلمان ثم تراجعت عنها. قطر تجلس وتقول كلام تقوم بعكسه وأفعال عكس هذا الكلام. فإذا كان يريد الحوار سنتحاور بالتأكيد، ولكن من يضمن أن هذا الالتزام الأخلاقي بما تتفق عليه؟ أنا أتصور أنكم طيب يعني سيد إبراهيم أنت ما تقوله عمليا أن الإجراءات التي اتخذتها مصر ودول الحليفة لها هي إجراءات كما ترى قطر إجراءات انتقامية لمواقف يمكن يعني نقاشها أو حلها في الإطار السياسي، ولكن يعني سأدع سيد الحرمي يرد على النقاط التي ذكرت قبل أن أعود إلى سيد محمد أبجيلاني لافتضاح بعض النقاط القانونية غير السياسية منها. تفضل سيد الحرمي. بالنسبة للقضايا التي يطرحها وهي خارج الحوار، هو يناقض نفسه، هو يتحدث أن قطر ليست ديمقراطية، ثم يتحدث يقول لماذا تستضيفون معارضين للحكومة المصرية؟ هذه هي الديمقراطية التي تتحدث عنها أخي الكريم أستاذ إبراهيم، ألست تناشد أن يكون هناك ديمقراطية؟ وأنتم الذين انقلبتم على صناديق الاقتراع في 2013، هذا هو الحوار الذي تدعيه. لا، كل الفضاء مفتوح، ولك أنت أن تتحدث على القنوات القطرية، لكن أتحدى قناة في مصر أن تستضيف محاورا قطريا في كل برامجها، بينما القنوات القطرية طيب. وتتحدث عن الجزيرة أو أي عن قناة قطرية منفتحة على كل طيب. الأطراف، ثم تتحدث عن الشعوب. الآن من هي الشعوب التي تكتوي بعبث مصر والإمارات في ليبيا، في اليمن، اليوم ما يحدث من تآمر على شعوب المغرب العربي، من الذي يقوم فيه؟ ألستم أنتم مشاركون به يا أستاذ إبراهيم؟ تمام. بعد يعني أن جرى عرض هذه النقاط ورد عليها، أريد أن أذهب إلى السيد أبجيلاني لفهم أكثر كيف يعني تتصرف أو تعالج منظمة الطيران المدني الدولي قضية من هذا النوع. ما لم ينجح منطق التفاوض، لأنه يعني في الفترة السابقة كما بدا واضحا لم ينجح، ما هي الآلية التي ستتبعها؟ يعني لنفهم أكثر ما نوع العقوبات التي قد تلجأ إليها، وهي طبعا منظمة تابعة للأمم المتحدة. في هذا الإطار إيكاو ليس لديها إلا أن تذكر الدول الأطراف بمسؤوليتها عن إنفاذ القانون الدولي في مجال الطيران المدني. غير ذلك فهي ليست لها سلطة إلا بعض القرارات، وقراراتها لا يمكن أن فالدول ملزمة وقعت على إلزامية إنفاذها. بالإمكان أن تكون إذا اتضحت الأمور وأثبت القطريون أنهم ضحايا هذا الحصار وأن خطوطهم لم تتمتع بالحرية التي تحويها اتفاقية شيكاغو، فستعلن شيكاغو الدول التي أضرت بمصالح العراق بمصالح قطر والخطوط الجوية القطرية والطيران القطري، تلزمها يمكن أن تلزمها بالتعويض، تدعوها إلى رفع الحظر إذا كان قرار الحظر اتخذته كل دولة على حدة، أو أن تلزمها مجتمعة بجبر الضرر ولكن هل هذا ملزم؟ لأنك قلت سيد أبجيلاني، لكن أنتم تسألون عن تنفيذ، عن آلية التنفيذ، يعني تقول بأنها عن آلية التنفيذ.
سيد أبجيلاني، قلت في البداية بأن المنظمة يعني قراراتها غير ملزمة، ولكن عدت وقلت بأنها قد تجبر يعني دول الحصار على دفع تعويضات أو على يعني جبر الضرر. هي تدعوها لي تجبر، كلمة لا يمكن إجبار الدول، هي يمكن أن تدعوها أو تأمرها بجبر الضرر إذا ثبت أن هنالك ضررا حصل في ناتج عن قراراتها، وكذلك كل ويمكن أن يكون الترافع في حالة جبر الضرر أن يأخذ مسطرة أخرى أمام محكمة العدل الدولية مرة أخرى. لكن عموما قرارات المنظمات الدولية ملزمة أخلاقيا للدول لأنها وقعت على الاتفاقيات، لكن التجربة أثبتت أن بعض الدول تتملص من التزاماتها الدولية، وأكبر مثال على ذلك هو الكيان الصهيوني في إسرائيل. وضحت هذه أكثر القرارات الدولية ضده. وكذلك أذكر هنا آخر قرارات ترامب كان ضد قضاة الجنائية الدولية، ومع ذلك أمريكا هي إحدى الدول الخمس الموقعة التي تحتفظ بحق النقد في مجلس الأمن الدولي. دونك هي إحدى الدول الخمس الدائمة في دائمة العضوية في الأمم المتحدة، ومع ذلك تخرق قرارات وتقوم بقرارات جائرة. لذلك يجب أن نحاول تبسيط سؤال أخير التي يتصور أن تكون لإيكاو في هذا المجال. تمام، سؤال أخير لك سيد محمود إبراهيم سريعا، يعني باختصار، ما الذي استفادته مصر من الحظر الجوي على قطر؟ هو اتفاق في الموقف أنه لا يمكن أن أكون في حالة مقاطعة مع دولة تعاديني بشكل واضح ثم أسمح لها بهبوط طائرتها على أرضي ونقل مواطنيها بأريحية ونقل ما تريد بأريحية. هذه مسألة تتفق مع السياسة المصرية التي لا تريد أن يكون هناك أي نوع من العلاقات بين الدولتين، حتى تتراجع قطر عن مواقفها. الضيف الكريم بيقول أنه بيستضيف معارضين، أنا بتكلم عن قطر، أنا أتحدث عن معارضين، أنا أتحدث عن شخص محكوم عليه بالقتل. طيب، تجاوزنا هذه النقطة لأنه ذكرتها ورد عليها ووصلنا إلى ختام الحلقة. أشكرك جزيلا من القاهرة سيد محمود إبراهيم الكاتب السياسي، أيضا أشكر من باريس سيد محمد أبجيلاني الموظف الدولي في منظمة أمن الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر، وأيضا أشكر من الدوحة الإعلامي القطرية سيد جابر الحرمي. مشاهدينا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.